وللتعليق على الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم الينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. اهلا ومرحبا بك دكتور. اهلا بك دكتور. بدايه كيف ترى يعني قرار مهاجمه ايران للمنشات النفطيه التابعه لشركه ارامكو في السعوديه؟ طبعا شكرا لكم. يعني الحقيقه الغريب انه الضربه تاتي بعد ما يقال يعني عقوبات او يعني حصار امريكي على ايران، وبالتالي منذ عام يعني منذ بداية عام 2018 منذ أن انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي في الشهر الخامس من عام 2018 إلى اليوم، ونحن نسمع بالضغوطات الأمريكية على إيران. في ذات الوقت نجد أن إيران تتمدد، يعني ولا أدري أين هو أثر هذه الضربات، وعليه أنا أعتقد أن هنالك خلل، إما هنالك اتفاق مبطن ما بين إيران وجهة قوية في العالم لدمار هذه المنطقة، أو أن هذه العقوبات هي عقوبات شكلية ولا تؤتي ثمارها، وبالتالي يفترض إعادة النظر في كل ما يجري، لأن إيران اليوم قوية. من يقول أن إيران ضعيفة فليأتي بدليل يؤكد أن إيران ضعيفة. من يريد أن يقول أن العقوبات الأمريكية على إيران يعني تؤتي ثمارها فليأتي بدليل يؤكد هذا الأمر. إيران اليوم انتصرت في سوريا بدليل أن النظام السوري اليوم يعني هنالك حديث عن عودة النظام حتى إلى الجامعة العربية. اليوم إيران قوية في اليمن بدليل أن الحوثيين وجهوا هذه الضربة الكبيرة إلى أرامكو. إيران قوية اليوم في العراق، إيران قوية في لبنان. إذن القضية هنالك تخادم، هنالك حقيقة تخادم كبير بين الولايات المتحدة وإيران، هو الذي قاد إلى هذا القرار الذي سيضرب المنطقة بعاصفة كبيرة لا يمكن التنبؤ بها بسهولة. وهذا تماما ما تحدثت عنه طهران، بأن أي رد على هذا الهجوم سيفجر المنطقة. إلى أي مدى تظن أن إيران ستقحم الميليشيات العراقية في خطتها الدفاعية؟ هي إيران يعني دولة ذكية تعرف ماذا تريد. إيران تقاتل، هنالك من يقاتل عنها بالنيابة. يعني لو فرضنا يعني لنأخذ مثلا الحالة العراقية بعد الغزو العراقي للكويت، ثم ننزل هذه الحالة على الحالة الإيرانية. بعد الغزو العراقي للكويت ما من رئيس أمريكي جاء إلى الحكم إلى مرحلة الاحتلال إلا وضرب العراق، سواء ضربات مباشرة أو الاحتلال عبر الصواريخ عبر الطائرات، وكانت أمريكا يعني مستهدف النظام بشكل لا يمكن إلا بإنهاء هذا النظام، وقد أنهت النظام وجاء الاحتلال الأمريكي للعراق. لماذا لا تنفذ أمريكا التهديدات على إيران؟ لماذا اليوم هنالك حرب تويترية، هنالك تهديدات تويترية يعني الرئيس الأمريكي وكأنه يعني موظف على الإنترنت، كل ما من دور يقوم به هو أن يقوم بكتابة تغريدة على الإنترنت أننا سنضرب إيران، أننا نفكر جديا بضرب إيران. أين ضرب إيران؟ الرئيس الأمريكي قال أن على السعودية أن تدافع عن نفسها، بينما قال قبل أقل من سنة قال أننا سندافع عن السعودية، قال قبل أيام على السعودية أن تثبت من أين أتت هذه الضربة. وهنالك في هذا العالم في منطقتنا أكثر من 100 كوكب، يعني في هذه المنطقة وليس في العالم، يمكن لهذه الأقمار الصناعية وليس كواكب هذه قادرة على أن تعرف من أين انطلقت الصواريخ. كانت أمريكا في العراق تتابع من تريد حتى لو كان على دراجة هوائية. كيف يعني يمكن أن نقتنع أن أمريكا لا تعرف من الذي ضرب أرامكو؟ أرامكو التي تعطي 5% من واردات البترول في العالم، وتعطي 50% من واردات المملكة العربية السعودية، أوقفت بسبب هذه الضربة. إذن الأمر هنالك سر ما. أنا أعتقد، وهذا أنا أتخوف وآمل أن لا أكون يعني صائبا في هذا الأمر، أن هنالك يعني دولة كبرى، دولة عظمى وراء هذه الضربة. صحيح هنالك اتهام لإيران والحوثيين تبنوا هذا الأمر، أعتقد أن الأمر هنالك مؤامرة كبرى على دول المنطقة وبالذات على دول الخليج العربي، وكل ذلك من أجل يعني مرحلة أمريكية قادمة تريد تنفيذها في المنطقة.
الحوثيون تبنوا الأمر، لكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت هذا التبني وقالت أن المسافة التي تبعد ما بين اليمن وبقيق وهجرة خريص هي أقرب إلى الميليشيات الموجودة في العراق. بالأمس عادل عبد المهدي دافع عن هذه الميليشيات في حواره الصحفي، هل هذا يعني أن العراق متورط أو سيتورط إذا ما وقفت الميليشيات في حرب إيران المقبلة؟ أنا أعتقد أن السيد عادل عبد المهدي أراد تخلية ساحة الحكومة وليس ساحة الميليشيات، لأن السيد عادل عبد المهدي لا يملك القدرة الكافية على ضبط المشهد الأمني في العراق. الميليشيات هي المتحكم في المشهد الأمني، وعليه ربما أراد أن يقول للعالم أو لدول الخليج أنني لا أعلم بهذا الأمر، وعليه يعني الناطق باسم الجيش السعودي أكد أن الضربات جاءت من الشمال، وحينما تتابع الخارطة تجد أن الشمال المملكة هو العراق وإيران. نعم. وهنالك احتمالية كبرى أن تكون هذه الضربة موجهة من العراق، وهنالك كلام أن بعض المناطق القريبة من السعودية، وقد سبق أن تحدثنا لهذا الأمر مع بعض يعني القنوات الإخبارية السعودية وغيرها، ورأينا هنالك تشنجا في عدم قبول ضرورة تأمين هذه المناطق. يبدو أن هنالك خللا دفاعيا في هذه المنطقة، يبدو أن الأخوة في المملكة العربية السعودية لم يأخذوا بالحسبان احتمالية أن توجه ضربة قوية لهم من هذه المناطق، وبالتالي الأمر حقيقة أمر يعني كما اعترفت الحكومة السعودية هي ضربة كبيرة. نعم. وعليه أعتقد أن الميليشيات هي إحدى الجهات التي ربما هي متورطة في الأمر. معلوم أن الضربة إما أن تكون من الحوثيين وهذا مستبعد، وإما تكون من إيران وهذا أيضا مستبعد بدرجة يعني ثانية. والحالة الأخرى هو إما أن تكون من العراق وهذا الأمر يعني وارد جدا، والأمر الآخر ربما يكون من داخل المملكة العربية السعودية بدليل بيان حوثي الذي قال إن الضربة تمت بمعاونة بعض الشرفاء. نعم. ومعلوم أن هذه العبارة تحتمل الكثير، ربما تحتمل أن يكون هؤلاء الشرفاء بين قوسين من داخل المملكة، وربما يكون هؤلاء الشرفاء بين قوسين من العراق وغيره. إذن القضية معقدة. إيران نجحت في اختراق العديد من دول المنطقة عبر هذه الأجنحة، وبالتالي نحن لا نلوم إيران، إيران لديها استراتيجية لديها خطط، نلوم الدول التي لا تعرف كيف تدير اللعبة في العراق وفي غير العراق. إذن علينا أن نعيد النظر في الأمن الوطني العراقي وفي الأمن الوطني الإقليمي. ربما الحديث عن الأمن الإقليمي، هناك سيناريو بدأ في التشكل عن تشكيل تحالف لردع النفوذ الإيراني في المنطقة، وهل هذا هو التحالف الأول؟ يعني القضية ليست قضية تحالفات، هناك يعني خلل في منظومة العلاقات السياسية قبل أن تكون يعني قضية تحالفات وقضية قوة. يعني مثلا على سبيل المثال يعني إيران الأخوة في المملكة العربية السعودية حاولوا الاقتراب إلى زعماء يعني في العملية السياسية، منهم السيد مقتدى الصدر، منهم السيد عمار الحكيم وغير هؤلاء. ما الذي جنت السعودية من هؤلاء؟ هؤلاء اليوم في يعني لهم ولاء شبه مطلق لإيران، وعليه أنا أعتقد أن الأخوة في المملكة العربية السعودية لم يعملوا على تقوية طرف في داخل العراق من أجل على الأقل ضمان الأمن السعودي، وعليه القضية قضية يعني لا أقول قصور في الرؤية السعودية، السعودية لها رؤية، لكن ينبغي إعادة النظر في الأطراف التي يفترض أن تكون قريبة من المملكة العربية السعودية من العراق، ثم بعد ذلك الذهاب إلى قضية التحالفات. اليوم إيران نجحت سياسيا قبل أن تنجح عسكريا في اختراق العراق، يعني في لبنان هنالك الربع المعطل التابع للسيد حسن نصر الله، هذا الربع لا يمكن أن يمرر أي قرار داخل لبنان دون هذا الربع المعطل اللي هو السيد حسن نصر الله. إذن إيران نجحت سياسيا قبل أن تنجح عسكريا، وعليه أنا أعتقد أن على دول المنطقة أن تعمل
يعني ترتيب أوراقها سياسيا قبل أن تفكر في الحلول العسكرية، وهي حلول يعني لا يمكن الذهاب لها بسهولة، ذلك لأن إيران حتى لو كنا نحن لسنا متفقين معها، أعتقد أن القوة الإيرانية أكبر من قوة دول الخليج إن, إن, إن لم تشترك معها أمريكا. أنت أشرت في بداية حديثي لأن الولايات المتحدة الأمريكية وقارنت ما بين الحالة العراقية والحالة الإيرانية بأنها لم تضرب إيران ولم تنفذ هجماتها. دونالد ترامب يقول أن لدى بلادها القوة الكافية لتقوم ما عليها القيام به مع إيران لردعها، إذن لماذا تعطى الفرصة لإيران لتصبح أقوى يوما بعد يوم؟ هذا هو التخادم الذي نتحدث عنه دائما. إيران اليوم هي شرط الخليج، إيران اليوم هي شرط الخليج المعمم، وبالتالي يعني أمريكا استنزفت كثير من إمكانيات دول المنطقة عبر هذا الأمر. يعني لنتذكر قبل فترة التهديدات الإيرانية بقطع الإمدادات النفط، الرئيس الأمريكي قال صراحة نحن لا نهتم لهذا الأمر. الصين التي لديها إشكالية كبرى مع أمريكا في سيادة العالم يقول الصين يفترض بها أن تحمي الخليج العربي، لأن هنالك ما نسبة 80% من هذه الواردات تذهب إلى الصين. إذن القضية هي قضية من هو الذي يسيطر على المنطقة. يعني نحن ربما يعني عذرا من اللفظ يعني كأننا أطفال أمام ما يجري، يعني هنالك لعبة للكبار ونحن لا ندري ماذا يدور، نحن ننظر إلى ما يدور حولنا، لكن الحقيقة هي هنالك يعني لعبة أقطاب كبرى. اليوم هنالك تناحر على قيادة العالم بين الولايات المتحدة والصين. أمريكا تريد أن تدخل هذه المنطقة في فوضى من أجل يعني تقليل أو إضعاف الموارد للصين، وبالتالي تكون ضربة غير مباشرة. يعني لا تخسر فيها أمريكا لا ناقة ولا جمل، بينما الصين تخسر، وبالتالي القضية قضية سياسية قبل أن تكون أمنية، وعلينا أن نفكر بهذا الأمر بشكل جيد. نشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي جاسم الشمري، كنت حاضرا معنا في استوديو رافدين، وننتقل بعد قليل لمتابعة ملف آخر. شكرا لك دكتور.